السلام عليكم، عاملين ايه؟ فادي النهارده انتوا اللي بتختاروا لي الميك اب بتاعي. قلت اعمل حاجه كده دمها خفيف، فيلا بينا. اول حاجه انا حطيت مرطب، اختاروا اي مرطب انتوا عايزينه، وزعته بس على بشرتي علشان بشرتي ما تتاذيش من الميك اب. سالتكم عايزين فاونديشن ولا لا، قلتوا مختارين فاونديشن، فهستخدم فاونديشن من جوردانا، رقمي فيه ناتشرال او 1. هستخدم البيوتي بلندر عشان اوزع الفاونديشن على بشرتي. هستخدم اللي هي عامله زي المثلث علشان اوزع، عشان اعرف اوصل للاماكن البعيده، وبعدين هاخد القاعده بتاعتها اشيل بيها الزيادات بتاعه الفاونديشن. بعد كده سالتكم كونسيلر ولا لا، اخترت كونسيلر، فانا هستخدم كونسيلر من جوردانا، رقمي فيه لايت 1. كل المنتجات هتلاقوها مكتوبه تحت في الديسكريبشن. هحط هو ستيك، فانا هحطه بالفرشه، هحطه تحت عيني وفوق العين، وهستخدم برضو البيوتي بلندر عشان اوزعه، عشان برضو ما بقاش فيه زيادات كتير. عايزه اقول لكم بس ان طول الفيديو الالوان شكلها متغير جدا، فمش عارفه ليه ده حاصل، بس اتمنى ان هو يكون دمه خفيف. بعد كده استخدمت باودر بس عشان اثبت الكونسيلر. معلينا من التليفون، استخدمت بانانا باودر من باني. ممكن تستخدموا فرشة وممكن تستخدموا السبونج، انا حبيت الفرشة اكتر من السبونج لاني بعرف اتحكم فيها اكتر. بعد كده هستخدم فرشة فلافي قوي، وهستخدم باودر من الباليت بتاعت جلادزي اللي هم الدرجتين دول، وهحطهم على باقي البشرة. دلوقتي انتوا اخترتوا ان اللوك يكون خوخي، انا بس هعمل كسرة للجفن، وهختار اللون ده من باليت ستارلت، وهعمل بس كسرة كده في الجفن عند الكسرة، وهاخد اللون الخفيف او الفاتح ده افضي بس او انضف المنطقة اللي هي بتاعت الجفن المتحرك، عشان لما ادمج اللون الخوخي يبان. هستخدم اللون الخوخي اللي هو المفروض ان هو عامل زي البلاشر اللي موجود في باليت جلادزي، وهبدأ احطه في المنطقة الخارجية من العين، وادخل لجوه واحدة واحدة. وبعدين هاخد اللي هو الدرجة الهايلايت دي، انا بجرب احطها بالفرشة لقيتها خفيفة، فقلت احطها بايديا احسن، بس عشان احط الحتة اللي جوه دي تنور، اللي عند مدمع العين تبقى منورة اكتر. وهرجع تاني لباليت ستارلت علشان احط تحت العين عشان ابين الرموش، خط الرموش. وطبعا انتوا اخترتوا ايلاينر وماسكارا، فانا هستخدم ايلاينر من ديبورا او ديب لاينر من ديبورا، وهستخدم فرشة من برا عشان ارسم بيه الايلاينر. طبعا الايلاينر كل واحد بيرسم بالطريقة اللي تريحه وبالشكل اللي يريحه، وكل واحد بياخد الخمس ساعات رسم ايلاينر براحته. انا حاولت على قد ما اقدر اكون دقيقه جدا عشان ما اضطرش اعيد كل حاجه من الاول، فهنحاول نعمل سكاب للحته دي. بعد كده هستخدم ماسكارا من فرويل، هقلبها كده علشان اعرف استخدمها، بس علشان ما بوظش الدنيا. لو انتوا مش عايزين تقلبوها كده خلاص براحتكم، هحط طبقتين من الماسكارا. برضو الموضوع راجع ليكم، انتوا اخترتوا ايلاينر وماسكارا. دلوقتي هنيجي للبلاشر، انتوا اخترتوا بلاشر خوخي، مع اني كنت مايله قوي للوردي بس انتوا اخترتوا بلاشر خوخي. هبدا اخد واشيل الزايد، وهحط البلاشر فوق المناخير، انا بحب احطه كده. دلوقتي هرجع عشان اسالكوا على الكونتور، وانتوا قلتوا مش عايزين كونتور. بالنسبه للهايلايت اخترتوا هايلايت طبيعي او هايلايت باودر خفيف، فاستخدمت برضو الباليت بتاع جليتزي والفرشه بتاعت كاتريس، ووزعت الهايلايت على المناطق اللي انا عايزاها. اخترت الروج يكون فاتح، بصراحه ما لقيتش عندي درجات فاتحه كويسه اقدر استخدمها، فاستخدمت اللون ده من انستازيا اللي هو اسمه كارينا، واخترت اللون رقم 2 من ميك اب فور ايفر، وعملت لهم دمج مع بعض وحطيته. طبعا انا من الناس اللي ما بتصبرش خالص في حط الميك اب، وببقى عايزه حاجه سريعه، سبحان من صبرني عشان اعمل الميك اب ده. وبس ده كان الميك اب. طبعا الالوان متغيره تماما، مش عارفه ليه، بس على حد ما التزمت باللي انتوا طلبتوه. يا رب الفيديو يكون دمه خفيف، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.